كما القاعده بها بحالك بحال الناس اللي يعني جاو عندي هنايا، بالنسبه للمحلات اللي تغلقوا كاين مشكل شويه بزاف كاع، حيت الناس خدامين معاهم الناس بزاف، كاين اللي خدامين عشرات الناس سبعات الناس، كاين مالي البرودوي لي سوسييتي، الناس ديال البرودويات ديال الصابون، هادشي كلشي يعني كلشي توقف. والناس بالنسبه للناس اللي عندهم ليديك راه يتعاونوا معاهم، راه كيديروا لي ماشين يديروا لو كونترول، كاين لي ماشين كدير لي ماشين كتجمع البريسيون مزيان، ما كيبقاش يضيع ديك لافابور ديال الماء بزاف. الناس يديروا لها يديروها يديروا معاهم يحفروا داك بير ولا مترو على مترو متموره ولا شي حاجه بحال هكا ديال الماء، وتيخوف فيها الماء كيعاود يتصفى داك الماء اللي كيضيعوا نيت اللي كيغسلوا به كيعاود يطلع، حيت ما كيتكرفش بزاف، تكون فيه غير الرمله، الرمله كتهبط للارض لتحت، الماء كيبقى طالع لفوق، تيطلع لفوق يديروا ليه لي فيلتر، جوج فيلترات كيتصفى عاوتاني في الريزرفوار، ومن تو كيخدموا به 4 ايام 5 ايام عادي يقدروا يبدلوا هذيك الساعه بليديك. احنا تغلقوا حيت ربما كيقولوا عندهم ليديك. بالنسبه للناس اللي عندهم الماء البير كيبان لي ما عندهمش اشكال الحمد لله، وحتى الناس اللي عندهم البير سميت كيسو شويه على الماء. ان شاء الله تتمنى والله ينزل الغيث من عنده، هذا هو الحل، والدوله تشوف من بعين الاعتبار في هاد الناس، تشوف يعني دير شي حل من عندها هي اللي غادي يبان شنو كاين. تقريبا سطل نص سطل كاع اللي كان الطوموبيل فيها البريسيون نص سطل، يغسلوا الطوموبيل كلها، حيت الطوموبيل كتلقى لا فابور البرد الريح.